السلام عليكم، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم زميلتكم أميرة في سنة 6. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم عن موضوع الباك وفور أرم. بس قبل ما نتكلم عن اي حاجة، عايزين بس كده نقف مع بعض لثواني كده ونفكر، هل الفترة اللي احنا فيها دي فترة صعبة؟ فترة صعبة. طيب هل الفترة اللي احنا فيها دي هتعدي؟ ان شاء الله هتعدي، وهفتكر الفترة دي بعدين وهضحك عليها كمان. طيب هل انا محتاج ان انا اركز في الفتره دي؟ محتاجه ان انا اركز جدا جدا جدا. طيب اركز في ايه بالظبط؟ احاول اشوف اللي انا اقدر اعمله، اجمع المناهج بتاعتي كده واشوف اللي انا ايه هعمل ليه في الفتره الجايه، واسيستم نفسي كده واظبط الدنيا، اعمل بلان كده امشي عليها واشوف ايه اللي انا اقدر اعمله واعمله، بس ما افكرش في اي حاجه تانية واسيب كل حاجه على ربنا. اتوكل على الله واعمل اللي انت عايزه، ما تتوكلش. اتوكل يعني اعمل اللي عليك، واللي جاي بعد كده بايد ربنا، ما تفكرش في اي حاجه تانية. وان شاء الله كل حاجه تبقى تمام وكل حاجه تبقى زي الفل والله. وانا يعني كان نفسي بجد لو انا كنت اصغر شويه كان نفسي حد يقول لي الجمله دي، ان هو مفيش اي حاجه تستاهل ان انت تخسر سلامك النفسي وتخسر يعني طاقتك، يعني ان انت تقعد تفكر وتشيل الهم وتحزن. مفيش حاجه تستاهل كل ده والله، مفيش حاجه تستاهل ان انت تخسر سلامك النفسي. حاول تحافظ على نفسك بكل الطرق، مفيش حاجه تستاهل اي حاجه، اي حاجه مهما كانت ما تستاهلش ان انت تخسر اي حاجه من الحاجات دي، لان انت نفسك لو وقعت خلاص انت فقدت كل حاجه. انت لازم تحافظ على نفسك وتنك ماشي في طريقك، مهما كان الطريق ده صعب، مهما كان هتلاقي صعوبات، اكيد اي طريق انت هتمشي فيه هتلاقي فيه صعوبات، بس اهم حاجة ان انت تكون قوي وان انت تكون صامد قصاد الحاجات دي، وتحاول تيجي على نفسك شوية معلش وتستحمل. وكل فترة صعبة مهما كانت هتعدي والله بلطف ربنا، هتلاقيها ولا اكن كان في اي حاجة، وهتضحك في الفترات دي بعدين، وهتكون فخور بنفسك جدا 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 ان انت قدرت تخطي كل ده لوحدك، وان انت وهتطلع بحاجات جديده وهتتعلم حاجات جديده وهتكتشف في نفسك حاجات جديده انت ما كنتش تعرفها قبل كده عن نفسك. فيا شباب اطمنوا، ما تقلقوش خالص وما تشيلوش هم اي حاجه، وربنا يوفقكم ويعينكم يا رب، وان شاء الله الفتره دي تعدي بسلام باذن الله. دلوقتي بقى هنتكلم باذن الله عن الباك وفور ارم. قبل ما نتكلم عن اي حاجه عايزين بس نعرف ايه المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها، منطقه الايه الفور ارم. انا عارفه ان انت عارفه الكلام ده كله وعارفه ان انت عارف الكلام ده كله، بس بندردش كده مع بعض. الفور ارم ده بيمتد منين لفين؟ والله يا ستي بيمتد من عند الالبو جوينت هنا كده لحد الريست جوينت. طيب المنطقه دي هي اللي هنتكلم عليها. طيب حلو قوي، هتكلم عليها من الظهر بتاعها. طيب قبل ما نتكلم عن اي حاجه، طبعا اكيد خدتوا في فرونت الكلام ده، ان انت المنطقه ديت اللي هي الفور ارم دي فيها اتنين بونز مهمين جدا. البون اللي هي ناحيه لاترال بنسميها ايه؟ الريديوس، تمام. والبونه اللي هي ناحيه ميديال بنسميها الالنا. طب انا عرفت ريديوس من الالنا ازاي؟ ميديال من لاترال ازاي؟ والله كده هنزل عند الهاند الجميله اللي تحت دي، هبص عليها كده هلاقي عندها كده حاجه اسمها ثمب. الثمب ده يبقى ناحيه لاترال، معنى كده مين البونه اللي هي ناحيه لاترال؟ اللي هي الريديوس، تمام. خلاص طيب تاني بونه اللي هي القلنة بتكون ناحيه الليتل فينجر. حلو حلو. طيب ده بالنسبه ايه للبون اللي موجود في المنطقه دي. طيب نيجي بقى نبص كده نزوم اكتر كده على البونز. لو احنا كنا هنتكلم عن المسلز بالتفصيل كنا هنقول عن الاماكن المهمه في كل بون. يعني دلوقتي عندي البون ديت اللي هي الوحده الاساسيه اللي هبني عليها، اللي هلزق فوقيها العضلات. طيب العضلات دي هتمسك في البون ده، هتمسك في انهي اجزاء؟ هيكون في اجزاء مهمه كل عضله هتمسك فيها، تمام تمام. طيب دلوقتي انا عندي هنا ايه، مش هتكلم دلوقتي عن الاوريجن والانسرشن بتاع كل عضله بالتفصيل، لان احنا دلوقتي عايزين نجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات المهمه، تمام. فالمهم عن كل عضله هنتكلم فيها هو اسم العضله وهي مترتبه ازاي بالنسبه لباقي العضلات، والاكشن بتاع العضله دي، العضله دي بتعمل لي ايه، تمام. فانا المهم عندي اللي انا اتكلمت عليه في الحته دي ان انا عندي اتنين بونز اللي هما الريديوس اللي هي ناحيه لاترال، تمام، الريديوس اللي هي ناحيه لاترال والانا اللي هي ناحيه ميديال. ده من المنظر الباك من الخلف، ما بينهم حاجه اسمها الانتروسيس ميمبرين، وده الاثنين العظمتين بس من قدام، تمام. انا اهم حاجه عندي ايه؟ العظمتين بس من الباك. حلو حلو، ده بالنسبه لاول حاجه. طيب
نبدأ بقى نشوف المسلز اللي هلاقيها في الباك اوف فور ارم، المسلز اللي هتتحط على التو بونز اللي احنا اتكلمنا عليهم. عندي والله المسلز بتاع الباك بتاع الفور ارم اللي هما موجودين في المنطقة دي، لو جيت ابص عليهم هلاقي عندي المسلز دي بتتقسم لاتنين جروبس. جروب مجموعة من العضلات سوبرفيشال، اول ما ابص على المنطقة كده هلاقي هي دي العضلات اللي انا شايفاها هي السوبرفيشال. طيب والله لو جيت شلت العضلات السوبرفيشال دي وجيت بصيت تحتيها هلاقي شوية عضلات ديب للسوبرفيشال جروب، تمام، تحت السوبرفيشال جروب بنسميهم الديب جروب، تمام. طيب السوبرفيشال جروب ده بيقول لك والله عددهم 7 muscles، تمام. طيب لو شلت 7 muscles دولت هلاقي تحتهم ايه؟ هلاقي تحتهم ديب جروب عددهم 5 muscles، تمام. خلي بالك السوبرفيشال جروب بتاع الفرونت بتاع الفور ارم من قدام كان ايه؟ كان 5 muscles، تمام، زودت عليهم 2 هنا بقوا 7. طيب الديب جروب بتاع الفرونت من قدام كان فيه 3 muscles، زودت عليهم 2 هنا بقوا 5 muscles، تمام. يبقى هناك 5، هناك 5 و 3، هنا 7 muscles و 5 muscles. حلو حلو. طيب هناخد بقى ان شاء الله كل جروب من الجروبس دي اللي هو السوبرفيشال جروب والديب جروب وهنتكلم عليهم. السوبرفيشال جروب اللي هم فيهم 7 muscles، مين هم 7 muscles؟ ترتيبهم ايه بالنسبة لبعض؟ هناخد كده ايه هنت كده او حاجة بسيطة عن كل مسل، يعني مثلا هنقول اسم المسل وهنقول الاكشن بتاعها وممكن كده نقول الاوريجن والانسرشن على السريع، تمام. فركزوا معايا كده. السوبرفيشال مسلز بتاع الباك بتاع الفور ارم اتفقنا ان هم عددهم كام؟ ممتازين، سامعاكوا، 7، شاطرين قوي. طيب ال7 muscles دولت هقسمهم ازاي؟ بيقول لك والله عندي واحده قصيره one short، عضله كده صغيره قصيره، تمام، بس هي شكلها ايه؟ مثلث الشكل، اسمها الانكونيوس، تمام. ودي بتقع فين بالظبط؟ والله بيقول لك بتقع عند الباك بتاع الالبو. فين الالبو جوينت؟ اللي هو الالبو جوينت اللي هو هنا كده، صح. شوف بقى الباك بتاعه هتلاقي عضله مثلثه كده، طلعها لي من الصوره اللي قدامك دي اهي، بص واضحه، عضله مثلثه الشكل بتقع في الباك بتاع الالبو، بنسميها ايه؟ الانكونيوس. يبقى دي اول مسل من ال7 muscles بتوعي اللي هما تبع السوبرفيشال muscles، تمام، بنسميها ايه؟ الانكونيوس. ودي عضله مثلثه الشكل بتقع في الباك بتاع الالبو. حلو حلو. طيب هيبقى لك كام مسل؟ 6. هقسمهم لتلاتة وتلاتة، 3 على الناحية اللاترال، 3 لونج لاترال، و3 لونج بوستيريور. طيب طالما في لاترال يبقى عايزين دلوقتي نحدد اللاترال من الميديال. هننزل لمين؟ شطوين، للهاند. هلاقي عندي في الهاند كده هنا الثم، الثم هنا يقول لك ان انت ناحية لاترال، يبقى الناحية دي ناحية لاترال، وهنا كده هتلاقي ان الليتل فينجر يبقى ناحية ميديال، تمام. انا بقول لك بقى ان انا عندي 3 عضلات لاترال اللي هما ايه؟ هتيجي عند الناحيه اللاترال كده وتبص هتلاقي عضله عندك اسمها البيكيو رادياليس موسل. يبقى اول عضله من الثلاثه اللي هما لاترال بسميها بيكيو رادياليس موسل. قول معايا بيكيو رادياليس موسل. طب ليه سميناها كده بالراحه بيكيو رادياليس؟ والله بيقول لك هي طالعه منين؟ طالعه من البريكيوم. عارف يعني ايه بريكيوم؟ بريكيوم يعني الارم، تمام. فهي طالعه من البريكيوم، واخده اوريجين من الارم، وهتعمل انسرشن في ريديوس اللي هي ناحيه لاترال، فعشان كده سميتها بريكيو رادياليس، تمام. ده بالنسبه لاول مصل موجوده معايا اللي هي البريكيو رادياليس مصل. طيب تاني مصل موجوده ناحيه لاترال بقى ايه؟ انزل كده خش ناحيه ميديال، بيكيو رادياليس. بعد كده حاجه اسمها اكستنسو كاربيو رادياليس لونجوس، وبعد كده طالما في لونجوس يبقى في بريفيس قصير، لونجوس يعني طويله وبريفيس يعني قصير. يبقى كده عندي 3 عضلات اللهم صل على النبي موجودين في الناحيه اللاتر، بنسميهم ايه؟ قول معايا كده بيكيو رادياليس، اكستنسو كاربيو رادياليس لونجوس، واكستنسو كاربيو رادياليس بريفيس. حلو حلو. طيب
طبعا هنتكلم عن كل عضلة كده ايه بالتفصيل فيما بعد، او حاجات كده بسيطة اقولك على الحاجات المهمة تركز عليها ماشي، بس عايزاك بس تحفظ الاسامي في الاول. يبقى انا اتكلمت اول حاجة عندي عضلة قصيرة بتقع في الباك اوف البو مثلثة الشكل بنسميها الانكونيوس. حلو، دي واحدة قصيرة لوحدها. نيجي بقى نخش ايه على صفحة الطوال بقى. عندي ثلاثة طوال موجودين ناحية اللاترال ناحية الصنب. اول واحدة بنسميها البريكيوردياليس، بعد كده اكستنسو كاربيوردياليس لونجس واكستنسو كاربيوردياليس بريفس. حلو حلو، نخش بقى على ثلاث عضلات موجودين في البوستيريو جوه شويه. ما انا اصلا البوستيريو دوت اللي هو الباك بتاع الفور ارم، بس دول كانوا ناحيه لاترال شويه الثلاثه دول. نخش بقى في الباك قوي كده في العميق في الغويط قوي كده، هتلاقي عندك ايه الاكستنسور ديجيتور، اكستنسور ديجيتور اللي هي دي بتروح للميديال فور فينجرز تمام، اللي هي العضله الكبيره دي ماشي، دي الاكستنسور ديجيتور مرحله الديجيتس بتاع الميديال فور فينجرز هنتكلم عليها بالتفصيل. في الاكستنسور ديجيتي مينيمي، اكستنسور ديجيتي مينيمي دي راحة للليتل فينجر اهو، بص يبقى دي الاكستنسور ديجيتور تمام. وبعد كده الاكستنسور ديجيتي مينيمي اللي هي دي راحة للايه الليتل فينجر. وبعد كده عندي الاكستنسور كاربي النيرس، مش انا كده ايه انا كنت عند الريديوس عند اللاترال خالص هنا صح، وهنا الميديال خالص. فالموست ميديال بقى هتلاقي مين، هتلاقي عندك اللي هي مين دي الاكستنسور كاربي النيرس اللي هي ناحيه الالنا. يبقى نقول تاني كده مع بعض عايزين نحفظهم. اول حاجة عندي عضلة صغيرة قصيرة موجودة في الباك بتاع الالبو مثلثة الشكل بنسميها ايه شطرين الانكونيوس. طيب عندي كمان تلات عضلات هنرتبهم من الناحية اللاترال اللي هي ناحية الريديوس اللي هي ناحية الصنب، تلاتة مع بعض اسمهم ايه البيركيورديالس، وبعد كده اكستنسور كاربي ورديالس لونجس ناحية الريديوس، وبعد كده اكستنسور كاربي رادياليس بريفس ناحية الريديوس لان هما تلاتة لاترال. بعد كده بوستيريور، البوستيريور هتلاقي عندك ايه عضلة اسمها الاكستنسور ديجيتورم، وبعد كده الاكستنسور ديجيتي مينيمي راحة للصبع الصغير، والموست ميديال بقى في الباك اللي هي الاكستنسور كاربي النيرس ماشي، لان هي ناحية ميديال هتلاقي اهي بص ناحية ميديال اهي، انما دولك كانوا ايه اكستنسور كاربي رادياليس، رادياليس لونجس وبريفس ناحية الريديوس تمام تمام كده. طيب احنا كده شطورين وحفظنا اسامي السوبرفيشال جروب اوف باك اوف فور ارم اللي هم السبع مسلز، عايزاكم بقى كده يا حلوين تقولوا لي الاسامي اللي احنا قلناها تاني. يلا بقى كده زي الشطورين خبوا الحتة دي بقى كده اشطبوا عليها ونقول من دماغنا يلا مع بعض كده. اول حاجة نبص على فين العضلة الشورت الجميلة المثلثة اللي بتقع في الباك بتاع القلبو، هي دي البنية مفيش مثلث غيرها في الحتة دي، يبقى هي دي وش الانكونيوس. حلو، بعد كده نخش على هنا من موست لاترال كده التلات عضلات اللي كانوا لاترال ايه هما، والله عندي الموست لاترال ماسل خالص اللي هي البريكيوردياليس اكستنسور كاربيوردياليس ناحيه الريديوس، اكستنسور كاربيوردياليس لونجس وبريفس. طب انا عرفت منين ان هي لاترال؟ دي اللاترال، ليه ما بداتش من هنا؟ هبص على الهند الجميله بتاعتي هلاقي الصنب ناحيه لاترال. حلو، يبقى دي ريديوس ودي الان. طيب يبقى هنا بيكيوردياليس اكستنسور كاربيوردياليس لونجس اكستنسور كاربيوردياليس بريفس، وبعد كده مين التلات عضلات اللي بعدهم اللي هو الاكستنسور ديجيتورم اللي هي الضخمه دي، وبعد كده اكستنسور ديجيتي مينيمي الصغنطوطه الحلوه اللي هي راحه للليتل فينجر اللي هي الخضره دي، دي الديجيتي مينيمي تمام. وبعد كده الموست ميديال خالص اللي هي البنفسجيه الحلوه دي اللي هي الاكستنسور كاربي النيرس. حلو حلو قوي، شطورين ممتازين والله. طيب نخش بقى هنا ايه نفس الكلام، بس بيقول لك ايه ان انت عندك لو هنيجي مثلا نتكلم عن الاوريجن والانسرشن، معظم العضلات ديت معظمهم يعني طالعين من حاجه اسمها اللاترال ابيكوندايل. يعني ايه اللاترال ابيكوندايل؟ لو جينا نبص هنا كده على الهيومرس الجميله بتاعتنا ديت اللي هي موجوده في منطقه الارم تمام، هتنتهي بايه بتو كوندايلز تمام. فانت عندك هنا الكوندايل اللي هو ناحيه ميديال بتسميه ميديال كوندايل، وهنا ناحيه الصنب لاترال يبقى دي لاترال كوندايل تمام. فاللاترال ايبيكوندايل بقى الحته دي البارزه اللي فوق دي كده هي ديت اللي ايه هيطلع منها معظم العضلات بتاع الباك او سوبرفيشال جروب يعني بتاع الباك بتاع الفور ارم اللي هي اللاترال ايبيكوندايل
حلو حلو. معلش اسف. نبص كده مع بعض على كل عضلة من العضلات دي. اول حاجة كانت عندي اللي هي المصل الجميلة اللي بنسميها البريكيوردياليس، اللي كانت واحدة من الثلاثة لونج لاترال ماسلز. تمام. طيب الدنيا بسيطة والله، سهلة جدا، بس حاولوا كده تركزوا كده هتلاقي ان الدنيا كويسة. افهمها كده وبص على الصورة بعينك وشوف الدنيا. احفظ احفظ الصورة، ما تحفظش كده وخلاص، لا افهم واحفظ وبص، بص بعينك اهم حاجة. عينك هي اللي هتحفظ. الاناتومي ما هو الا عبارة عن صور انت بتشوفها بتثبتها في دماغك، بتعرف تستنتج منها او تترجم الكلام اللي انت شفته بس مش اكتر. البريكيوردياليس الاوريجن بتاعها طالعه منين؟ طالعه من الهيوميرس. حلو حلو، لان هي طالعه من البريكيوم اللي هو الارم فالهيوميرس. تمام. وهتعمل انسيرشن، ملناش دعوه، هتعمل انسيرشن في ريديوس. حلو حلو، مش هنركز قوي على الاوريجن والانسيرشن، خلينا في الحاجات المهمه زي النيرف سبلاي زي الاكشن. طيب والله كده في قاعده بتقول لك ان كل المسلز بتاع الباك اوف ارم والمسلز بتاع الباك اوف فور ارم بيتغذوا منين؟ من الريديال نيرف، من الريديال نيرف. تمام. فلما يجي يقول لك النيرف سبلاي بتاع الباك يا ديلس، قول له ريديال نيرف يا باشا وانت مغمض. تمام. اي عضله هيجي يقول لك عليها بتاع الباك بتاع الفور ارم، قول له بتتغذى وش من الريديال نيرف، من البوستيريور انتروسيس نيرف. تمام. يبقى النيرف سبلاي خلصناه، ايديال نيرف. طيب بعد كده الاكشن بتاعها تعمل لي ايه؟ الاكشن بتاعها مهم. البيكيوردياليس دي والله بتعمل ايه؟ انت كده حط البيكيوردياليس قدامك هنا اهي اهي، ماشي، اللي هي دي، شد الانسيرشن ناحيه الاوريجن، طلعه لفوق كده، هتلاقيها بتعمل لك فليكشن للالبو. فليكشن لمين؟ للالبو جوينت اللي هو فوق ده. خلي بالك خلي بالك ان كل المسلز بتاع الباك بتاع الفور ارم، تمام، كلهم بيعملوا اكستنشن للريست ما عدا البيكيوردياليس والانكونيوس. تمام. يبقى البيكيوردياليس هنا اكسبشن في الاكشن بتاعها، ان هي بتعمل لي فليكشن للفور ارم في الميد بون بوزيشن. ماشي. تمام. تيجي نشوف كده ايه فيديو كده لذيذ حلو كده صغنون عن البيكيوردياليس الاكشن بتاعها. بص بتعمل ايه اهي اهي، ده الميد بون بوزيشن. يعني ايه ميد بون بوزيشن؟ اللي هو الحته دي كده، انت تكون حطيت ايدك في النص، لا هي في وضع السوبينيشن ولا هي عامله بونيشن، هي في النص ميد بون. ما علينا، المهم اللي انت تعرفها بس اللي هي بتعمل ايه، فليكشن للالبو اهي اهي. ماسكه هنا اصلا في الـ في الـ في الهيوموس فوق، وماسكه في ريديوس تحت، وحاطه الايد في الميد بون بوزيشن، فتلاقيها ايه بتعمل لك، بتشد شد كده الانسيرشن ناحيه الاوجن، هتلاقيها بتعمل فليكشن ل القلب جوينت. ماشي اهي، شغله تاني حلو حلو. يبقى اللي احنا طلعنا بيه من البيكيوردياليس ايه؟ والله قلنا ان البيكيوردياليس دي الاوريجن بتاعها من اللي بتاخده من الهيومرس، والانسيرشن بتاعها في ريديوس، والنيرف سبلاي كل العضلات بتاع الباك بتاع الفور ارم يا باشا بيغذولي او بيتغذوا من الريديال نيرف. تمام. والاكشن بتاعها بتعمل، هي الوحيده، هي اكسبشن هي والانكونيوس في المسلز بتاع الباك، لان الاكشن بتاعها مختلف، ما بتعملش اكستنشن للريست، لا ده بتعمل فليكشن للقلب. حلو حلو. طيب نخش على اللي بعدها، الاكستنسور كوربيوردياليس لونجس. مش هنتكلم على الاوجن ولا انسيرشن ولا هنوجع دماغنا باي حاجه من دي، عشان كل حاجه هتتلخبط مع بعضها في الاخر. فاحنا عايزين ناخد الايه اللي احنا اللي هيثبت في دماغنا فعلا. ايه اللي هيثبت في دماغنا؟ ان النيرف سبلاي منين؟ وانتوا اللي تقولوا لي بقى، ممتازين. اي عضله هقولها لك تقول لي النيرف سبلاي بتاعها من الريديال نيرف. حلو. طيب الاكشن بتاعها بتعمل لي ايه؟ كل العضلات الباقيه بقى بتعمل لي اكستنشن للريست. تمام. معدل البيكيوردياليس والانكونيوس زي ما احنا اتكلمنا، هنتكلم عن الانكونيوس لسه بعدين. دي بتعمل لي اكستنشن للهاند عند الريست جوينت، اكستنشن للهاند عند الريست جوينت، وكمان بتعمل ابدكشن للهاند ات ريست جوينت. هنتكلم، بصوا كده شوفوا الرسمه دي او الفيديو ده، هنا بتعمل ايه؟ بتعمل اكستنشن للريست اهو، بص، وابدكشن يعني بتبعده، بتبعد الهاند يعني عن الجسم. ما علينا. يبقى هنا بتعمل ايه؟ اهم حاجه اللي بتعمل لي اكستنشن للريست جوينت. ده بالنسبه للاكستنسور كاربيوردياليس لونجس. طيب الاكستنسور كاربيوردياليس بريفس الصغيره بقى، مش هنتكلم على، قول لي بقى النيرف سبلاي منين؟ ممتازين، من الريديال نيرف، من البوستيريور انتروسيس نيرف او البوستيريور انتروسيس برانش بتاع الريديال نيرف. طيب بتعمل اكشن ايه؟ نفس الكلام برضو اهي، اكستنشن للريست جوينت، extension للهاند عند الريست جوينت. ماشي. تمام.
نيجي بقى الاكستنسور ديجيتور مسل. الاكستنسور ديجيتور مسلز اللي هي كانت من الثلاثه مسلز اللي موجودين في الباك، اللي ما كنا بنقول ايه اكستنسور ديجيتورم واكستنسور ديجيتي مينيمي والاكستنسور كاربي النيرس. احنا كده خلصنا البيكيوادياليس، قول معايا يبقى نقول تاني، خلصنا البيكيوادياليس وخلصنا الاكستنسور كاربي ادياليس لونجس وبريفس. حلو حلو، اتمنى تكونوا فاهمين والله. طيب خش بعد كده على الايه، على الاكستنسور ديجيتورم قدامك اهي ماشي، بتروح عن طريق ميديال فور تندونز كده ماشي للميديال فور فينجرز. حلو حلو. طيب بتعمل لي ايه؟ نفس الكلام يا باشا اهي، اكستنشن للريست جوينت او اكستنشن للهاند عند الريست جوينت. تمام. طيب الاكستنسور ديجيتي مينيمي مش هنتكلم على الاوريجن والانسرشن، هنتكلم عن المهم بتاع اللي هي بتعمل لي ايه، تعمل لي اكستنشن برضو. ثواني كده معلش، نفس الكلام بتعمل اكستنشن للديجيتي ليتل فينجر. تمام. طيب نتكلم بقى على العضله اللي هي اسمها الاكستنسور كوربي النيرس اللي كانت بتقع موست ميديال. طيب النيرف سبلاي بتاعها هو مين؟ هو ايريديال نيرف. طيب الاكشن بتاعها بتعمل ايه؟ زي باقي العضلات بتاع السوبرفيشال جو بتاع الباك بتاع الفور ارم اللي هو بيعملوا ايه، اكستنشن للريست. طيب كمان بتعمل حاجه كمان اكشن كمان اللي هو الادكشن، النيرز ادكشن. انما رادياليس اللي هي الاكستنسور كوربي رادياليس لونجس وبريفس كانوا بيعملوا اكستنشن بالاضافه ل ادكشن لويست. تمام. يبقى هنا ايه، اكستنشن لويست زائد ادكشن. طيب نيجي نشوف الاكشن ده بتاعها. انا كده ببص من الباك، تمام كده ببص من الباك، الاقي هي بتعمل لي ايه، معلش الاقيها بتعمل لي اكستنشن لويست معاه ادكشن. تمام، اكستنشن زائد ادكشن ماشي. تمام. نيجي بقى لعضلة الانكونيوس. الانكونيوس الاكشن بتاعها بتعمل ايه؟ بتعمل اكستنشن للالبو، اكستنشن للالبو اهو بص اهي، لما يكون مثلا الفليكشن فيتقوم فردة الايه الدراع كده، نجيبه تاني اهو عامل اكستنشن فردة الدراع. تمام. ده بالنسبة ليه السوبرفيشال جروب وفي ايه وفي الباك وفي الارم. نقولهم كده تاني من الاول، كان عندي الانكونيوس مسل اللي هي عضله صغيره مثلثه الشكل بتقع في الباك بتاع الالبو، ودي كانت بتعمل اكشن بتاعها ايه، اكستنشن للالبو. طيب الاكشن بتاعها مختلف عن باقي العضلات. نفس الكلام برضو الاكشن بتاع البيركيوردياليس مختلف عن باقي العضلات، ان هي بتعمل فليكشن للفور ارم في الميد بون بوزيشن، والنيرف سبلاي بتاعهم كلهم هو الريديال نيرف. شطرين. نيجي بقى بعد كده هي البيكيوادياليس اهي، قلنا الاكشن بتاعها. بعد كده الاكستنسور كوربيوادياليس لونجس وبيبس بيعملوا اكستنشن للهاند عند ريست جوينت زائد ابدكشن لان هما دياليس. تمام. طيب الاكستنسور بعد كده الاكستنسور ديجيتورم. الاكستنسور ديجيتورم دي كانت برضه بتعمل اكستنشن للميديال فور فينجرز وكمان اكستنشن للريست جوينت. وبعد كده إيه عندي الاكستنسور ديجيتي مينيمي كانت بتعمل اكستنسور للليتل فينجر، والاكستنسور كوربي النيرس دي اللي كانت بتعمل برضو اكستنشن للريست زائد ادكشن. تمام. والانكونياس اللي احنا قلناه في الاخر كده. الحمد لله خلاص خلصنا الايه السوبرفيشال ماسلز، اتمنى تكونوا فهمتهم كويس. نيجي بقى للديب جروب اوف باك اوف فور ارم. والله انا كان عندي 7 ماسلز اللي هم السوبرفيشال، فهنا عندي 5 ماسلز. تمام. بقسمهم ازاي الخمسه ماسلز دولت؟ والله بقسمهم واحده شورت. تمام. الواحده الشورت دي بنسميها ايه؟ سوباينيتور. واحده شورت بنسميها سوباينيتور. طيب وثلاثه رايحين للثمب وواحده رايحه للاندكس. بنقسمهم تاني، واحده شورت اللي هي السوباينيتور، وثلاثه رايحين للثمب وواحده رايحه للاندكس. الثمب بنسميه بولشز، فبالتالي كل المسلز بتاعت الثمب بنسميها ايه، بننسبها للبولشز. تمام. تمام. يبقى دلوقتي عندي ابدكتور بولشز لونجس، دي اول حاجه بنسميها ايه، ابدكتور بولشز لونجس. تاني واحدة بنسميها extensor pollicis brevis و extensor pollicis longus. تمام. يبقى لو رايحين للصنب بنسميهم pollicis، قولوا معايا، واحدة abductor pollicis واتنين extensor.
extensor brevis و extensor longus. تمام؟ واحدة رايحة للإندكس بنسميها extensor indices. تمام؟ تمام. نيجي بقى نتكلم كده عن كل عضلة. السوبرينيتور اهي ماشي، اللي هي دي كده هنشوفها بعد كده، والابدكتور بولشز لونجس اللي هي اهي بالترتيب اهو، بعدها الاكستنسور بريفس اللي هي الصغيرة ماشي اهي الاكستنسور بولشز بريفس، بعد كده الاكستنسور بولشز لونجس اللي هي اهي بعد البريفس، يبقى البريفس الصغيرة وبعدها اللونجس الكبيرة، وبعد كده الاكستنسور انديسز اللي هي راح الاندكس اهي ماشي. نيجي بقى الاول عضله معانا اللي هي السوبينيتو مصر. السوبينيتو مصر والله زي ما انت شايف كده شكلها مميز شويه، لان هي بتطلع براسين، الراس الاولى الاوجن الاولاني واخد من اللاترال ابيكوندايل بتاع الهيوميرس تمام، والراس الثانيه واخده من الالنا، دي الالنا ودي راديوس تمام. الراس الثانيه واخده من حاجه اسمها هنا سوبينيتو فصه وسوبينيتو كريست في الألم، ويروح يعملوا انسرشن الاثنين في الريديوس، في الفرونت وفي اللاترال وفي البوستيريور اسبكت بتاع الريديوس تمام. ما علينا بالاوشن والانسرشن، اهم حاجه الاكشن بتاعها هو السوباينيشن. يعني ايه السوباينيشن؟ والله برضو ليها ريليشن مهمه بالريديال نيرف هنتكلم عليها بعد كده. طيب الاكشن بتاع السوباينيشن اللي انت بتحط ايدك في وضع الدعاء، لما تيجي تدعي تقول سبحان الله سوبينيتور او سوبينيشن، بتحط ايدك في وضع الدعاء وتقول سبحان الله. خلي بالك السين بتاع سبحان الله لما انت ترفع ايدك في وضع الدعاء هي نفسها الاس بتاع السوبينيشن تمام، فاربطها بكده. لما تيجي ترفع ايدك كده انت عملت سوبينيشن، لما تيجي ترفع ايدك عشان تقول سبحان الله كده انت عملت سوبينيشن تمام. تمام اهو الاكشن اهو، انت عملت سوبينيشن تمام. ده بالنسبه للسوبينيتو. بعد كده كان عندي ثلاثة رايحين للصمب بنسميها بولشز، عندي ابدكتور بولشز تمام، والاثنين الاكستنسور، اكستنسور بولشز لونجس واكستنسور بولشز بيريبس. طيب اول واحده اللي هي الابدكتور بولشز لونجس، علشان عندي واحده ليه سميتها لونجس ما قلت فين الابدكتور بولشز بريفس، لا دي موجوده عضله صغيره موجوده في الهاند، البريفس موجوده في الهاند تمام. فالابدكتور بولشز لونجس دي اول واحده لونجس بس مفيش منها بريفس في الفور. بتعمل ايه؟ والله يا ستي بتعمل، هي راحه للصمب عشان تعمل له ابدكشن واكستنشن للصمب تمام. ابدكشن خلي بالك ان هو يعني ايه مش مهم. كنت اقول لكم ان هو مش عايزه اخبطكم بس خلاص بقى كده يعني تمام. هي بتعمل ابدكشن واكستنشن. طب ازاي الابدكشن والاكستنشن؟ خلي بالك عايزك بس تفهم الحركه دي. والله انا لما اجي اقول لك بس يعني ايه ابدكشن للصمب، انا خليك بس كده ايه حطي لي الصمب يا عم في الوضع العمودي على البالم، ده البالم اهو ماشي وده الصمب، حط كده اعمل ايدك كده حطها في الوضع ده، حط كده وقف الصنب بتاعك عمودي على البالم تمام، نزل الصنب بتاعك على البالم تمام، يبقى نايم على البالم على البالم كده بموازاة البالم كده، يبقى ده كده عملت اد ادكشن. ارفعه لفوق كده انت عملت ايه لما هو نايم كده، كده الصنب نايم لما رفعته لفوق بقى كده اب ادكشن. يبقى الادكشن والابدكشن اول حاجة تحطي لي الصنب كده عمودي على البلم وتعمل الادكشن والابدكشن. طيب دخلته جوه كده فليكشن، يعني مثلا جبت الصنب زي ما هو كده محطوط كده، يعني مثلا هو كده الصنب ده اكن الصنب كده ماشي، يبقى كده ابدكشن، نزلته نيمته كده نيمته كده هنا بقى هنا كده، يبقى ده ادكشن. طيب دخلته جوه ما بقاش عمودي يبقى ده كده فليكشن، طلعته بره بره بقى هو باصص لبره يبقى كده اكستنشن تمام. انما لما اكون منيمه بموازاه البلم كده يبقى ادكشن، ارفعه عمودي يبقى ادكشن وابدكشن، ولو وجهته لجوه يبقى فليكشن، وجهته لبره يبقى اكستنشن ماشي. هنا يعمل ايه؟ ابدكشن واكستنشن اهو. بص ابدكشن خليته عمودي وباصص لبره ماشي، عمودي وبص لبره، ما علينا ابدكشن واكستنشن. هنا بقى الاكستنسور بولشس لونجس نفس الكلام برضو،
والاكستنسو بولشس بريبس. الاكستنسو بولشس لونجس و بريبس. خلي بالك ان اللونجس، عايزين بس نتكلم معلش عن انسرشن هنا، ان اللونجس طويله طويله. يعني ايه طويله؟ التندوم بتاعها طويل، بتوصل عشان تعمل انسرشن في البيز اوف ديستال فالنكس اوف الصم. انا عندي هنا دي الميتاكاربال بون، ده الصم ماشي، دي الميتاكاربال بون. اول حاجه دي الكاربال بون صهم، تمام، دي الميتاكاربال بون. بعد كده عندك ايه؟ عندك في الصم اتنين فالنكس بس، البروكسيمال والديستال. فهتعمل انسرشن فين؟ اللي هي اللونجس الطويله، تروح تعمل انسرشن عند البيز بتاع الديستال، تمام. انا عندي فالنكس والديستال فالنكس، القصيرة ده البروكسيمال ده الديستال. القصيرة اللي هي البريبس هتروح تعمل انسرشن في البيز بتاع الايه؟ البروكسيمال فالنكس. والطويلة اللي هي الاكستنسور فورشس لونجس هتروح تعمل انسرشن في البيز بتاع الديستال فالنكس، تمام. فبالتالي الصغيرة القصيرة اللي بتعمل انسرشن هنا هتعمل ايه؟ اكستنشن دي كده ايه؟ ميتاكاربال. مش ده عندك يا باشا، مش دي ميتاكاربال بون ودي البروكسيمال وده الديستال. هنا عندي الصغيرة تعمل انسيرشن هنا في البيز هنا، فهتعمل اكستنشن للميتاكاربو فالينجيال جوينت، تمام. اما الطويلة اللي هي اللونجس هتعمل اكستنشن لايه؟ للديستال فالنكس، لان هي هتعمل انسيرشن في البيز بتاع الديستال فالنكس، هتعمل اكستنشن للديستال فالنكس. اما التانية اللي هي البيبس الصغيره لا، ده بتعمل انسيرشن على مستوى الميتاكاربو فالينجيال جوينت اللي هو بين ميتاكاربال بون والبروكسيمال فالنكس، تمام. بتعمل اكستنشن للصنب وخلاص، ايه وقت ما تغلق. طيب تمام، ده بالنسبه للماسلز. بعد كده اكستنسور انديسس دي بتعمل اكستنشن ايه لكل الجوينتس بتاعت الاندكس، وبتتغذى بريديال نيرف برضو اهي، تمام. تمام، خلي بالك ان انا عندي حاجه اسمها اكستنسو اكسبانشن. بيقول لك ان الاكستنسو انديسز اللي هي راحه للاندكس يعني بتركب في الاكستنسو اكسبانشن، تمام. ايه الاكستنسو اكسبانشن دي؟ انا اتكلم عليها بالتفصيل، بس هي عباره عن شيس كده التندونز بتتجمع فيه كده ماشي، وبيتصلوا مع بعض ويعملوا انسرشن هنا كده عند الحته دي كده عند الديستال فالنكس والاخر حته بتاع الميدل فالنكس يعني وكده، فيعملوا اكستنشن لكل الجوينتس، تمام، بتاع الاندكس يعني. خلاص تمام كده بالنسبه لايه؟ للديب موسل. نقول تاني كده الديب موسلز مع بعض. اول عضله عندي اللي هي السوباينيتور بتعمل سوباينيشن وبتتغذى بالريديال نيرف. بعد كده ابدكتور بولشز لونجس تعمل ابدكشن اكستنشن للصنب. بعد كده الاكستنسور بولشس لونجس الطويله بتروح تعمل اكستنشن للديستال فالنكس، القصيره بتعمل اكستنشن للميتاكاربو فالنجيال جوينت. وبعد كده عندي الاكستنسور انديسس بتعمل اكستنشن لكل الجوينتس بتاع الاندكس، تمام. ده بالنسبه لايه؟ الحمد لله كده خلاص خلصنا المسلز بتاعتهم وكلهم بيتغذوا بالريديال نيرف. طيب عايزين بقى نتكلم على الجزء الثاني في المحاضره بتاعتنا، هو عن البلاد سبلاي اوف فور ارم. البلاد سبلاي اوف فور ارم يعني مجموعه الشرايين او الحاجات اللي بتغذي المنطقه دي. طيب حلو، انا كان عندي لو تفتكروا كده لما كنت بتاخده في الارم كان عندي كده بريكيال ارتري. البريكيال ارتري اللي كان نازل اللي هو كان قبله كان عباره عن اكزيلري ارتري ونزل بقى بريكيال ارتري في الارم، اهو هو ده البريكيال ارتري، تمام. هينزل كده يقوم داخل الفور ارم، تمام، عند مستوى النك بتاع ريديوس. يعني انا دلوقتي انا عندي ريديوس وعندي النا، حلو حلو. الريديوس دي كان ليها هيد، حاجه اسمها هيد وليها حاجه اسمها نك، تمام. فهيجي البريكيال ارتري ده عند مستوى النك بتاع الريديوس يقوم مقسوم ل 2 تيرمينال برانشز، تمام. واحد صغير شويه بنسميه ريديال ارتري، وواحد كبير شويه اكبر منه شويه بنسميه الالنر ارتري، وهما دولت الشرايين الاساسيه اللي هتغذي لي الفور ارم. فبالتالي هنتكلم شويه عن الالنر ارتري وهنتكلم شويه عن الريديال ارتري. هنتكلم يعني عنهم في ايه بالظبط؟ اول حاجه هنتكلم عن الاوريجين بتاعهم، طالعين منين، الكورس بتاعهم ماشيين ازاي، الريليشن بتاعتهم بالحاجات اللي حواليهم، وكمان هنتكلم على البرانشات اللي طالعه منهم وهما بيغذوا ايه. وفي الاخر خالص هنتكلم كده نبذه مختصره عن
شريان او برانش كده بيطلع من الانر ارتر. تمام وكده يبقى خلصنا المحاضره بتاعتنا باذن الله. طيب بسم الله كده مع بعض. انا دلوقتي قلت لك ايه؟ عندي الالنر ارتري والراديال ارتري اللي انا قلت لك ان هم عباره عن تو تيرمينال برانشز من البيركيال ارتري. معنى كده خلاص انا خلصت الاوريجين. الاوريجين طالعين منين؟ طالعين من البيركيال ارتري. عند مستوى ايه؟ عند مستوى النك بتاع الريديوس. طيب مين الصغير ومين الكبير؟ الراديال ارتري هو الصغير والالنر ارتري اكبر منه شويه. بس كده انا كده خلاص خلصت الاوريجين بتاعه. حلو حلو. ناخد بقى ايه كل ارتري على حده ونشرح الكورس ريليشن بتاعته. طيب عايزين بقى نتكلم على الريديال ارتري. الريديال ارتري من حيث الكورس ريليشنز بتاعته. بص يا باشا ايه رايك في الرسمه الحلوه دي؟ بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله انا بريكيال ارتري ماشي نازل في حالي اهو، قمت جايه عند مستوى النك بتاع الريديوس كده مقسوم لتو تيرمينال برانشز. واحد برانش كده اللي هو ده اللي هو ماشي ناحيه اللاترال بنسميه الريديال ارتري. فانا انا دلوقتي الريديال ارتري ماشي، انا دلوقتي فين؟ انا دلوقتي والله هنزل على اللاترال سايد بتاع الفرونت بتاع الفور علشان تنين ينزل نازل 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 لحد ما اوصل عند الاند بتاع الريديوس. يبقى انا همشي على اللاترال سايد في الفرونت بتاع الفور اهو عشان اوصل لعند نهايه الريديوس. طيب حلو، انا الريديال ارتري اهو وانا ماشي في الفرونت بتاع الفور في الابر بورت الحته اللي فوق، الحته دي منه يعني كده اللي ماشيه في الابر بورت اوف فرونت اوف فور ارم. هقوم متغطي يعني في عضله كده هتيجي تغطيني. مين هي؟ البريكيو رادياليس ماسل. يبقى انا عندي عضله اسمها البريكيو رادياليس. فاكرين البريكيو رادياليس اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها من شويه؟ قلنا ان هي واحده من ثلاثه لونج لاترال ماسلز اللي كانوا ماشيين على الباك. هتقول لي ازاي هي في الباك وبتغطي لي الريديال ارتري اللي هو في الفرونت؟ ما انا قلت لك، انا قلت لك ان هي موست لاترال، هي اكتر واحده هتلاقيها لاترال ماشيه على الباك لاترال. فهتقوم ايه وهي ماشيه كده من فوق كده؟ هي هنا اصلا مقطوعه. بص هي دي كده، هي العضله المقطوعه دي وهي ماشيه كده نازله في الباك، تقوم ايه ماشيه على الحته الاولانيه مغطيه الحته الاولانيه بتاعه الريديال ارتري. حلو حلو. يبقى كده خلاص الجزء الاولاني الابر بورت بتاع الريديال ارتري قامت البيركيو رادياليس غطت عليه. حلو حلو. طيب نيجي للميدل بورت، الحته اللي في النص، الجزء اللي في النص ده بيقول لك هو ماشي، وهو ماشي كده هيكون مصاحب نيرف. النيرف ده اسمه ايه؟ اسمه السوبرفيشال راديال نيرف. ماشي، يبقى في الاول خالص هيكون متغطي بعضلة اسمها البريكيو رادياليس، الجزء اللي في النص منه هيمشي مع نيرف كده اسمه ايه؟ السوبرفيشال راديال نيرف. بعد كده بقى الجزء الاخير منه ده بقى، لا ده جزء بقى الجزء الحلو اللي احنا بنحسه بقى، ده متغطي بس بالسكين والفش بس، ولا في عضله بتغطيه ولا حاجه بتغطيه، فبالتالي سهل ان انا احسه يا باشا. حلو حلو. يبقى الجزء الاخير بتاعه دوت بينتهي عند اللور اند بتاعه الريديوس. تمام، وبعدين لما يجي بقى ينزل عند اللور اند بتاع الريديوس كده هيقوم داخل لور في الباك بتاع الهاند. حلو، في الدورسم بتاع الهاند. ماشي، يبقى هو نازل نازل على اللاترال سايد لحد ما ينتهي عند اللور اند بتاع الريديوس. عند اللور اند بتاع الريديوس بالظبط يقوم ايه داخل ورا عند الدورسم بتاع الهاند. ماشي، ويدخل في حاجه اسمها السناف بوكس، الاناتوميكال سناف بوكس دوت. ماشي، او موجود في الدورسم بتاع الهاند كده. بس لما نيجي نشوف مع بعض اهو الريديال ارتري ماشي في الفلو، يعني هو كان نازل اهو من الفرونت بتاع الفو ارم، هو ده يقوم حاول بوستيريولي لحد ما يدخل في الفلور بتاع الاناتوميكال سناف بوكس. فين الاناتوميكال سناف بوكس؟ اللي هو ده. تمام، ازاي تكون الاناتوميكال سناف بوكس ده اصلا؟ فاكرين العضلات اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده؟ ما علينا، العضلات اللي هي كانت تلات عضلات رايحين للثامب اللي هما البوليشز، عضلتين الاتنين تندونز بتاعهم مشوا الناحية دي والتندون التالت مش الناحية دي، فالسبيس اللي ما بينهم ديت عملت لي بوكس اللي هو ايه، او سناف بوكس، الاناتوميكال سناف بوكس. تمام، ماشي في الفلور بتاعه الريديال ارتري بعد ما حاول بوستيريولي وهو نازل على اللاترال سايد بتاع الفرونت بتاع الفور ارم، قام حاول لور مش على الباك في الفلور بتاع السناف بوكس، الاناتوميكال سناف بوكس. ماشي ماشي. وطبعا بقى انت عارف ان انا بحس الريديال ارتري فين؟ عند اللور اند بتاع الريديوس. ليه اللور اند بتاع الريديوس بالذات؟ لان هي متغطيه بس بسكن وسوبر فيشال فشل. حلو حلو. يبقى قلت
تاني الكورس ريليشن بتاع الريدر ارتي. والله الريدر ارتي اهو نازل على اللاترال سايد بتاع الفونت بتاع الفور ارم، تمام. الابر بورت بتاعه متغطي بايه؟ بالبيركي وادياتس. الميدل بورت ماشي مع نيرف اسمه سوبرفيشال راديال نيرف، واللور بورت لا ده جميل متغطي بس بسكين وسوبرفيشال فاشيا، وبعد كده ايه وفاشيا قصدي، وبعد كده ايه يقوم نازل عند اللور اند بتاع الراديوس، يقوم داخل ورا حاود بوستيريولي علشان يخش ويمشي في الفلور بتاع الاناتوميكال سناف بوكس، تمام. ده بالنسبه لايه الكورس ريليشن بتاع الراديال ارتري. طيب نيجي بقى نتكلم على الالنر ارتري من حيث الكورس ريليشن بتاعته. بيقول لك والله الالنر ارتري ده لما يجي نشوفه كده في الابر بارت بتاع الفور ارم هلاقيه نازل اوبليكلي داونورد، نازل كده ايه لتحت كده بشكل اوبليك، تمام. وبعدين يقوم حاود ميديالي ماشي علشان يوصل للميديال سايد. الميديال سايد هو ده منين نزل عليه، لان هو اصلا الالنر ارتري ناحيه ميديال، هو بيقول لك هو بينزل كده اوبليكلي وداونورد علشان يمشي على الميديال سايد بتاع الفونت بتاع الفور ارم، ماشي. يوم ايه هو نازل كده على الميديال سايد، يقوم نازل بعد كده، وكان نازل في الاول بيقول لك حتى اللي في الاول دي كانت نازله اوبليك، بعد كده يقوم نازل ايه فيرتيكال عمودي كده، ماشي. وبعد كده لحد ما يوصل ان التانيين نازل عمودي لحد ما يوصل الويست، ماشي ماشي. بيقول لك ان الديب هيد بتاع البونيتو تيوس، البونيتو تيوس اللي هي دي عندها سوبرفيشال هيد وديب هيد، الديب هيد اللي هي دي كده بتاعت البونيتو تيوس بتفصل الالنر ارتري عن الميديان نيرف. يعني ايه؟ خلي بالك من الريليشن دي، انا عندي حاجه هنا كده اسمها ميديان نيرف اللي هو ده، ماشي، الاصفر ده الميديان نيرف دوت، وعندي كمان الالنر ارتري اللي هو تحت الاحمر ده، تمام. مين اللي بيفصل لي البتاع الميديان نيرف اللي هو سوبرفيشال دوت عن الالنر نيرف اللي هو ديب؟ عضله بسميها البورنيتو تيوس، بس انهي هيد منها؟ الديب هيد، ماشي. الديب هيد في البورنيتو تيوس بتفصل الميديان نيرف سوبرفيشال ليها عن الالنر نيرف الديب ليها. حلو حلو. بس بقى يا باشا بيقول لك ان هو خلاص يقوم نازل، يقوم معدي او ماشي فوق الفليكسور تيناكلم. مين الفليكسور تيناكلم دي؟ اهو بص، لما نيجي نبص في الرسمه دي هتلاقي اهو الالنر ارتري كان نازل كده داون وورد، وبعدين اوبليكلي شويه في الاول، الجزء اللي بعد كده هيقوم نازل فيرتيكال 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 لحد ما ينزل ايه عند الريست، يقوم معدي فوق الفليكسور تيناكلم. في الفليكسور تيناكلم ديت اللي هي المربع ده اللي هي حته التندون الثقيله دي، تمام، دي بسميها فليكسور تيناكلم. هيقوم نازل فوقيها ومعدي فوقيها كده، ماشي، ده الالنر ارتري. اما الريديال ارتري لو تاخد بالك كده اهو كان في الايه في الابر بورت متغطي بالبيكيو رادياليس، في الميدل بورت كان ماشي مع السوبرفيشال ريديال نير، في اللور بورت متغطي بسكن وفاشيا بس، وبعد كده ام حاود ورا عشان يخش فين؟ في الاناتوميكال سناف بوكس. اما هنا الالنر ارتري اصيل قام نازل مكمل مكمل، وقام عادي معدي قدام الفليكسور تيناكلم. طب تقول لي امال ايه ده بقى اللي طالع من الريديال ارتري؟ لا ده برانش من برانشات الريديال ارتري، هنتكلم عليه بعدين. حلو حلو كده، خلاص خلصنا اتكلمنا عن ايه؟ عن الكورس ريليشن شيب بتاع الريديال ارتري والالنر ارتري، اتكلمنا عن الاورجن كمان اهو. بص الاورجن اتكلمنا عليه، وبعد كده الكورس ريليشن هتلاقي نفس الكلام اللي قلته بالظبط، ديسند على اللاترال سايد in front of the radial artery in front of the forearm عشان يوصل للنهاية radius في الأبر بورت بتاعه، هلاقيه متغطي بالبيكيو رادياليس، الميدل بورت ماشي مع السوبرفيشال راديال نيرف، واللور بورت متغطي بالسكين والفاشيا. طيب نيجي بقى للالنر ارتري، هو كان في الأبر بورت بتاع الفورارم زي ما احنا قلنا بينزل اوبليكلي داونورد اند ميديالي. طيب بعد كده عشان يوصل للميديال سايد وينزل فيرتيكالي، لما ينزل فيرتيكالي هتلاقي عندك كده عضله اسمها البورنيتو تيرز بتعدي فوق الالنر ارتري، وكمان بتفصله عن الميديان نيرف، تمام، اللي هي الديب هيد بتاع البورنيتو تيرز. وبعد كده بقى هيتنيه الالنر ارتري دوت نازل 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 لحد ما يوصل للريست، ولما يوصل للريست هيعدي من خلال او فوق حاجه اسمها الفليكسور تيناكلم، تمام. ده بالنسبه لايه للكورس ريليشنز بتاعتهم بالنسبة للحاجات اللي حواليهم. طيب ده بالنسبة ليهم. عايزين بقى نتكلم برضو على نفس الاثنين ارتريز بس البرانشز اللي هما بيطلعوها عشان يغذوا المنطقة بتاع الفول ارم. بيقولك والله انا عندي اريتيال ارتري بيطلع لي برانش جست بيلو الالبو، انا دلوقتي ايه هوصل كده عند
القلبه تحت القلبه بالظبط هلاقي radial artery مطلع لي اول branch اللي هو radial recurrent artery. يعني ايه radial recurrent؟ يعني مثلا ايه radial artery نزل لتحت كده هتلاقي طالع منه radial recurrent artery طالع فوق. ماشي، recurrent يعني بيرجع تاني، بيرجع لفوق تاني. تمام، يبقى ده بيطلع منه فين؟ جاست بيدو القلبه. طب هيطلع ليه البرانش ده اللي هو radial recurrent artery؟ علشان يتحد فوق مع برانش تاني اسمه ال descending branch of profunda. ماشي، قصاد ال lateral epicondyle. يعني لما تيجي بس كده تيجي نشوف على الصورة هتلاقي عندك اهو. لا مش دي، ايوه دي، عندك الراديال ارتري اهو. تمام، نازل اهو هيدي اول برانش اللي هو الراديال ريكورنت ارتري. تمام، الراديال ريكورنت ده هيعمل انستموزس مع مين؟ مع الديسندنج برانش بتاع البروفاندا. ماشي، قصاد اللاتر ايبيكوندايل. تمام، ده بالنسبه لاول برانش هيطلع من الراديال ارتري، بنسميه ايه؟ راديال ريكورنت ارتري. طيب بعد كده برضو لازم نبتدي الارتري يدي ماسكولار برانشز للنيبرنج ماسلز، يعني العضلات اللي حواليه وكده يدي لهم برانشز علشان يغذوها. تمام، وبعد كده هيطلع اتنين برانشين، اخر برانشين اللي هما مين؟ البالمر كاربال برانش. البالمر كاربال برانش ده بيمشي ميديالي in front of الكوربس. تمام، عشان يعمل انستموزس مع البالمر كاربال برانش بتاع الالنر ارتري. يعني دلوقتي الريديال ارتري مطلع برانش، تمام، اكن الاثنين كده الريديال ارتري والالنر ارتري هيتشاركوا علشان يعملوا حاجه. تمام، فده هيتبرع بحاجه وده هيتبرع بحاجه ويجمعوها على بعض ويجيبوا ايه، يحطوها في اي حاجه يتبرعوا بيها يعني. تمام، فا الراديال ارتري هيطلع حاجة اسمها النصيب بتاعه اللي هيطلعه اسمه البالمر كاربال برانش، وهيجي للالنر ارتري نفس الكلام هيطلع برانش اسمه البالمر كاربال برانش، بس واحد ده جاي من الراديال وواحد جاي من الالنر، الاتنين هيعملوا انستموزس مع بعض. تمام، ويعملوا لي حاجة اسمها الانتيريو كاربال ارش. ارش يعني كده عامل كده زي ارش كوس كده يعني. ماشي، يبقى دلوقتي خلاص البالمر كاربال برانش ده اهو، تمام، مع الماسكولار برانشز للنيبرنج ماسلز مع ريديال ريكورنت ارتري. وكمان هيديك حاجه اسمها سوبرفيشال بالمر برانش. ده كان بالمر كاربال برانش، ده سوبرفيشال بالمر برانش. السوبرفيشال بالمر برانش ده بيطلع من الريديال ارتري جاست اباف الريست. هنشوف ده كله بالصور. تمام، وبصوا الثينر ماسل، الثينر ماسل انت عندك الايد كده ماشي، عندك ده الثمب. تمام، وبعد كده هتلاقي اهو اهو دي الايد الحلوه اهي. تمام، العضله اللي هنا كده ناحيه الثمب بنسميها الثينر ماسل. تمام، بس هو فيش البالمر برانش ده هيطلع جاست اباف الريست. تمام، ويبصوا الثينر ماسل يمشي من خلال الثينر ماسل دي ويغذي كمان الثينر ماسل، وبعد كده بينضم للسوبرفيشال بالمر ارش. تمام، هو كمان برضو هي ايه هيعملوا ارش هما الاثنين، السوبرفيشال بالمر برانش. ماشي، ثاني كده هجيب لكم الصور دلوقتي. طيب نشوف بس كده الصور بتاع ايدي الارتري. احنا قلنا اول برانش اللي هو مين؟ الريديال ريكورنت. انا عندي اهو ده الريديال ريكورنت، اول برانش اللي كان بيتحد مع مين؟ مع الديسندنج برانش بتاع البروفوندو. ماشي، طيب تاني برانش كان بيدي ماسكولار برانشز لنايب النيبرنج ماسلز، وبعد كده بقى ايه يقوم نازل تحت، هينزل تحت علشان يديني البالمر كاربال برانش اللي بيتحد مع البالمر كاربال برانش بتاع الايه بتاع الالنر ارتري عشان يعملولي الانتيريور كاربال اورش، وبعد كده هيديني سوبرفيشال بالمر برانش. تمام، بتاع الريديال ارتري سوبرفيشال اللي هيعدي اهو. بص السوبرفيشال بالمر برانش اهو معدي من خلال السينا ومصل، دي السينا ومصل اللي قلتلك تبع الصنب ناحية الصنب، فهيعدي فيها ويغذيها كمان بالمر. ماشي، تمام.
طيب نيجي بقى للانا ارتري. الانا ارتري هيطلع بنشات ايه؟ والله هيطلع لي برضو ريكورنت زي ما ريديال ارتري يطلع لي ريديال ريكورنت ارتري، ده يطلع لي برضو ريكورنت، بس مش ريكورنت واحد بس، لا اتنين ريكورنت، واحد من قدام وواحد من ورا. واحد من قدام اللي هو الانتيريور انر ريكورنت، واحد من ورا اللي هو البوستيريور انر ريكورنت. تمام. طيب الانتيريور انر ريكورنت ده بيقول لك ان هو بانستموس مع الانفيريور انر كولاترال. بص هنا كده، يعني انتوا عايزين بس تحفظوا الاسامي اللي هي اسامي البرانشات الاساسيه من غير انستموس والحاجات دي، خلاص تمام. الانتيريور انر ريكورنت اهو بيتحد، بيطلع اهو طالع اهو عشان يتحد مع الانفيريور انر كولاترال. تمام. اما البوستيريور انر ريكورنت ده طبعا ايه؟ قدام الميديال اللي بيكون دايل. تمام تمام، لانه طالع من الالنر ناحيه الميديال. طيب عندي بقى البوستيريو الالنر كولاترال، ده هيطلع كده عشان انستموس مع مين؟ مع البوستيريو الالنر كولاترال والانفيريو الالنر كولاترال. هو ده هيانستموس مع البوستيريو ورا الميديال اللي بيكون دايل. تمام تمام. يبقى دلوقتي خلاص تمام، عندي ايه؟ عندي اثنين ulnar recurrent، واحد anterior وواحد posterior. تمام. ونفس الكلام برضو هيطلع لي muscular branches زي radial artery علشان يغذي neighboring muscle، ونفس الكلام ده طلع بالمر كاربال برانش، ده كمان نفس الكلام برضو هيطلع البالمر كاربال برانش، وده طلع لي superficial بالمر برانش، ده هيطلع لي dorsal كاربال برانش. مش عايزين نخش في تفاصيل قوي عشان ما نوجعش دماغنا، ونخلينا ايه نحفظ العناوين الاساسيه او البرانشات الاساسيه. تمام 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 كده خلاص اتكلمنا عن الريديال ارتري والالنر ارتري والبرانشات بتاعتهم الاساسيه، وكمان اتكلمنا على الاورجن بتاعهم والكورس والريليشن وكل حاجه خاصه بيهم. تمام. نيجي بقى نتكلم على الارتري اللي بنسميه كومن انتروسيس ارتري. الكومن انتروسيس ارتري ده ارتري طالع منين؟ من الالنر ارتري، عشان عندي الريديال ارتري والالنر ارتري. طب الكومن انتروسيس ارتري هيطلع لي من الالنر ارتري ده. بص الالنر ارتري اهو هيطلع منه كومن انتروسيس ارتري اللي هو ده كده. تمام تمام. بيقول لك ان هو قصير خالص، بيبص باكورد، بيخش ورا. تمام. ليه؟ علشان يوصل للابر بودر بتاع الانتروسيس ممبرين، عشان انا قلت لك ان الريديوس والالنا بينهم انتروسيس ممبرين، فهو دوت اهو هيطلع من الالنا ارتري، هو صغير خالص الحته اللي باينه قدامك ده اهي، هتقوم ايه داخله ورا عشان تقتحم او عشان تخترق او توصل للابر بودر بتاع الانتروسيس ممبرين. تمام. وهناك بقى عند الابر بودر بتاع الانتروسيس ممبرين هتتقسم لجزئين، الانتيريور والبوستيريور انتروسيس ارتريز. تمام تمام. اهو الانتيريور انتروسيس ارتري اللي هيمشي او هينزل قدام، وكمان البوستيريور انتروسيس ارتري. ماشي. يبقى ده اهو، دي مثلا هنا ايه، هنا دي كده، هنا الالنا وهنا ريديس، بينهم الانتروسيس ممبرين. هيجي الكومن انتروسيس ارتري دوت، هي ده برانش من الالنا ارتري، وده برانش صغير خالص هيمشي باكورد علشان يوصل للابر بودر بتاع الانتروسيس ممبرين. تمام. ويقوم ايه مديني البرانش بتاع واحد انتيريور وواحد بوستيريور. تمام. طيب نيجي بقى نتكلم على البرانشات بتاعه الكومن انتروسيس ارتري اللي هما الانتيريور انتروسيس ارتري والبوستيريور انتروسيس ارتري. بيقول لك والله الانتيريور انتروسيس ارتري ده بينزل ازاي؟ بينزل قدام الانتروسيس ممبرين. ماشي تمام. لما يجي ينزل كده هيكون مصاحب لي النيرف اللي هو زي اسمه الانتيريور انتروسيس نيرف. تمام تمام. وبعد كده بيبيرس الانتروسيس ممبرين اللي هو نازل قدامه عند الابر بوردر بتاع البونيتو كوادريتوس. ازاي؟ بص معايا الصوره الحلوه دي. اهو عندك الالنر ارتري، تدور عليه هتلاقي طلع منه مش عايز شاور، بس هو الالنر ارتري اهو. شوف بقى كده الالنر ارتري طلع منه الكومن انتروسيس ارتري اللي هيديني انتيريور انتروسيس ارتري والبوستيريور انتروسيس ارتري. تمام. الانتيريور انتروسيس ارتري اللي هو ده اهو، اهو بص انتيريور انتروسيس ارتري اند نيرف، الاثنين نازلين مع بعض قدام ان فرونت اوف الانتروسيس ممبرين لحد ما يوصلوا عند عضله اسمها البونيتو كوادريتوس اللي هي دي. تمام. عند الابر بوردر بتاع البونيتو كوادريتوس هتلاقي عندك مين؟ الانتيريور انتروسيس ارتري، هيقوم عامل بيرسنج للانتروسيس ممبرين اللي هو ماشي قدامه، فبالتالي لما يبيرس هيخش ماشي ورا الانتروسيس ممبرين. تمام. وبالتالي لما يجي بقى ايه خلاص، والانتيريور عند الابر بوردر هنا كده دخل
وراء الانتر اس ميمبرين، فبالتالي هيمشي مع مين؟ مع البوستيريور انتر اسيس نيرف، مش الارتري بتاعي. لما كان ماشي قدام كان ماشي مع النيرف بتاعه اللي هو الانتيريور برضو، انما لما اقتحم بقى وغدر بقى وقام داخل الباك ورا في البوستيريور، هيمشي معاه النيرف البوستيريور انتر اسيس نيرف. تمام، فاهمين الفكرة ازاي؟ ان ده هو الانتيريور انتر اسيس ارتري نازل تمام قدام الممبرين، ونازل معاه مين؟ النيرف. طيب هيجي عند عضلة اسمها البورنيتو كوادريتس، هيقوم مقتحم عند الابر بوردر بتاعها، هيقوم داخل ورا راجع ورا، يقوم ايه لما يدخل ورا هيمشي او هيأكمباني بقى البوستيريور انتر اسيس نيرف عشان يوصل للريست. تمام تمام جدا. نيجي بقى للبرانشز بتاعته، عندي ماسكولار برانشز للديب ماسل اوف فرونت اوف فور ارم. تمام، طيب عندي ايه كمان؟ عندي لانه طبعا مش قدام، مش قدام على ان فرونت اوف الانتر اسيس ميمبرين، هيدي muscular branches للديب muscles of front of forearm، وبعد كده هيدي نيوترون هيغذي مين؟ عظمتين اللي هما الريديوس والألنا، وهيدي الميديان ارتري. الميديان ارتري دوت هيمشي مع الميديان نيرف، كتر خيرك والله. وهيدي برضو branch للانتيريور كاربال ارش، الانتيريور كاربال ارش اللي هو ده اللي هو الارشات اللي قدامك دي. تمام، في سوبرفيشال وفي ديب، هيدي ايه برانش للارش ده الانتيريور كوربال ارش. وهي انستموز، مش انا قلت لك بقى هو دخل ور يعني اقتحم كده الانتر اس ميمبرين عند الابر بوردر بتاع البورنيتو كوادريتس وقام راجع لورا، فيعمل انستموز مع مين اللي ورا؟ البوستيريور انتر اسيس ارتري. طيب مين بقى البوستيريور انتر اسيس ارتري؟ والله بيقول لك هو بيمشي ما بي باصص اباف الانتر اسيس ميمبرين، ماشي بيطلع فوق الانتر اسيس ميمبرين علشان يوصل للباك بتاع الفول ارم. تمام، هو دلوقتي ماشي في الباك بتاع الفول ارم بعد ما نط من فوق الانتر اسيس ميمبرين. تمام، وهيمشي ما بين عضلتين، ايه هما؟ كنا قايلينهم من عضلات الديب ماسلز اللي هو واحده شورت اللي هي السوباينيتور، وواحده من اللي رايحين للثامب اللي هما الايه اللي هي الابدكتور بولشس لونجس، هيمشي ما بينهم. طيب وبعد كده في اللور بارت بتاع الفور هلاقيه بقى صغير خالص very small، ويعمل بقى ايه لما بقى صغير خالص؟ هيعمل انستموزس مع الانتر اوسيس ارتري. فاهمينها ازاي؟ ان هو هنا دلوقتي انا في الباك، انا كده في الباك بتاع الفور، دلوقتي البوستيريو انتر اوسيس ارتري اللي هو ده اهو الاحمر ده نطلي، هو كان قدام نطلي او كان بقى كومن انتر اسيس ارتري اللي قدام، فطلع منه البنش اللي هو البوستيريور ده، هينط من فوق الانتر اسيس ميمبرين ويوصل للباك، هيمشي ما بين ايه؟ ما بين السوباينيتور اللي هي دي والابدكتور بولشس لونجس اهي. تمام، فهيمشي بينهم. وبعد كده في اللور بورت بتاع في اللور بورت بتاعه هتلاقيه بقى فيري سمول، ويعمل انستموزس مع الانتيريور انتر اسيس ارتري اللي هو جاله بقى ايه من قدام. ماشي تمام. طيب ده كان بيدي ماسكولار برانشز اللي هو الانتيريور، كان بيدي نيوترون، كان بيدي ميديان ارتري، وكان بيدي برانش اللي مش عارفه الايه، وانستموزس ده طبعا هيعمل لي ايه؟ هيدي لي برضه ماسكولار برانشز. اشمعنى الانتيريور انتر اسيس يدي ماسكولار وده ما يديش ماسكولار؟ لا ده كمان هيدي لي ماسكولار، بس ده للمسلز بتاع الباك، مش ده ماشي قدام يبقى هيدي العضلات اللي في الفرونت بتاع الفور ارم، وده ماشي ورا يبقى هيدي الايه العضلات اللي هي في الباك بتاع الفور ارم. طيب حلو، كمان عندي هيديني ارتري تاني هيرجع اسمه الانتر اسيس ريكيرنت ارتري، الانتر اسيس ريكيرنت ارتري ده بيعمل ايه؟ ده بيطلع فوق عند الباك بتاع اللاترال ابيكوندايل، ماشي يطلع فوق عند الباك بتاع اللاترال ابيكوندايل، كده كده هو اصلا بوستيريو مش ورا، فهيدي البرانش ده هيتنيه طالع ورا كده لحد ما يوصل عند الباك بتاع اللاترال ابيكوندايل، ويعمل انستموزس مع البوستيريور ديسيندنج برانش بتاع البروفاندا بوكيوبي. تمام كده، احفظ بس ان هو ايه ان دي موسكولار برانشز، وبيدي كمان ايه انت اسس ريكيرنت ارتري. تمام كده، تمام جدا كده، الحمد لله خلاص خلصنا الفلات سبلاي. نعمل كده مراجعه سريعه كده على اللي احنا قلناه، قلت لك والله اول حاجه اللي انا عندي البريكيال ارتري، البريكيال ارتري ده هيديني تو تيرمينال برانشز اللي هم الريديال والالنر ارتريز. تمام، الارتريز ديت الريديال ارتري ده السمولر برانش، والالنر ارتري ده لارجر برانش، طبعا بيدي البرانشات دي عند الليفل بتاع النك بتاع الريديوس،
وقلنا الكورس ريليشن بتاع كل واحد منهم تمام. وبعد كده دخلت وقلت لك ايه ان في برانشز الراديال ارتري والالنر ارتري بيدوها ماشي، واتكلمنا عن البرانشز دي. طيب بعد كده دخلنا وقلت لك ان انا عندي الالنر ارتري هيديني برانش اسمه الكومون انتروسيس ارتري. الكومون انتروسيس ارتري دوت ده برانش من الالنر ارتري، هو صغير خالص تمام، وهيديك برانشين تو تيرمينال برانشز برضو اللي هو الانتيريور والبوستيريور انتروسيس ارتريز، واتكلمنا عنهم يعني كلهم وكده، وقلنا البرانشات اللي بتطلع منهم هما الاثنين تمام كده. تمام جدا تمام كده الحمد لله، خلاص خلصنا المحاضرة بتاعتنا. اتمنى تكونوا فهمتوها بشكل كويس، ولو مش فاهمين اي حاجة اسألونا واحنا تحت امركم في اي وقت والله، ربنا يوفقكم ويعينكم، ولو احتجتوا اي حاجة احنا تحت امركم في اي وقت. مع الف سلامة، ربنا معاكم يا شباب.